في البداية أود أهنئك فخامة الرئيس وشباب مصر على هذه المبادرة الرائعة التي وصلت إلى الشباب في العالم. إن هذه هي أول مرة التي أشهد فيها رئيساً يخصص وقته كله ويركز على منتدى معني بالشباب. يجلس في كل جلسة من الجلسات ويداون ملاحظاته ويجذبنا في إلى حوار حقيقي. وهذا يوضح لي كشابة أن أصواتنا بالفعل تهم الجميع وقضايانا تهم الجميع، ولذلك فأنا أتوجه إليك بالشكر.